ما كنت أظن أن أبا عبد الله قد أصبح بهذا السن، فإذا شعره ورأسه قد مصلاه من الخضاب الأسود. أتفكر يا حسين حسين، والله يا رب أردت عصارة في ثغره محفلة أطلب عند رسول الله يقبله عن جنانك يا يزيد، تجيب يوم القيامة وشفيعك لزياد، ويجيب هؤلاء وشفيعهم رسول الله. وليس من ظلم،